وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول هل تأخذ الحمامات الحديثة التي تكون داخل البيوت وموصولة بالصرف الصحي وتخرج النجاسات منها مباشرة بعد قضاء الحاجة، هل تأخذ نفس أحكام الكنف أو المراحيض التي تجمع النجاسة تحتها في حفرة، فهل يجوز الجهر بالذكر عند الوضوء؟ نقول نعم، إذا أتى أحدكم الخلاء، هذا هو الخلاء، المكان الذي تخلى الناس فيه، سواء كان في البرية أو كان في كنف أو كان في الحمامات الدبليو سيز اللي احنا فيها، هذا الحديث عام وهذا من جمال كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم لا يفرق بينها جميعا، لا يفرق بينها جميعا ما دام فيها المرحاض وتسمى الخلاء ويتخلى الإنسان فيها، فيقدم رجل يسر وقال الله من عذركم الخبز والخبث، وإذا انتهى يقول غفرانك. وإذا كانت الأحواض والمجلى والمغسلة جوت أو في داخل ذلك مكان قضاء الحاجة، فهنا إن جهر بالبسملة قالوا لا شيء فيه، أدخل الشيخ بن عثيمين قال لها ليست من القرآن، وإن لم يجهر بها وجعلها في قلبه فذلك أفضل، قال وإن تركها تماما فلا حرج عليه، وأحب إلي أن يقولها في نفسه. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أخي دعوانا، الحمد لله رب العالمين.